حياكم الله اصدقائي، لا تنسوا الصلاه على النبي. خلينا لايك واشتراك بالقناه وفعل الجرس ليصلكم كل جديد. اخبار المنتخب العراقي: خيسوس كاساس مدرب العراق يستدعي لاعب نادي ستوك سيتي الانجليزي علي حيدر لبطوله الاردن الوديه. شنو رايكم بهذا الاستدعاء؟ احنا شنو نقول لا يا بخاف يحترق. اكو جماعه هسه صعد عندهم الضغط. علي حيدر اصغر لاعب في المنتخب العراقي، عمره 16 سنه. يوسف الامين يعتذر عن تمثيل المنتخب الوطني العراقي في بطوله الاردن الوديه. والسبب: والد اللاعب يوسف الامين يقول اعتذار ولدي جاء نتيجه لتذيل فريقه وانتراخت لائحه الترتيب، وتمسك المدرب بخدمات يوسف الامين. مدرب انتراخت تواصل مع مدرب منتخبنا الوطني كاساس، والاخير تفهم الموضوع وابدا موافقته على البقاء مع ناديه. مدافع منتخبنا الوطني العراقي ونادي هرنفين الهولندي حسين علي يغيب عن بطوله الاردن الوديه بعد الاصابه التي تعرض لها يوم امس في فخذه. للاسف خسرنا لاعب مميز في مركز الظهير شكل ثنائي ممتاز مع اندرياس الناطي في بطولة ثالث، ان شاء الله يرجع بسلامه. ابرز غيابات خط دفاع منتخبنا الوطني العراقي في بطوله الاردن بسبب عدم الجاهزيه: سعد ناطق، علي فايز، مناف، يونس، آلان، محي الدين. بحسب المصادر، مدرب نادي الطلبة احمد خلف اخبر مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس بان اللاعب علي فايز غير جاهز بدنيا حتى الان بسبب الاصابة السابقة، لذلك لم يشارك في اي مباراة ودية وربما سيغيب ايضا عن بطولة الاردن الودية. نادي القوة الجوي العراقي غادر الى اوزباكستان لخوض مباراته امام اجمك ضمن دوري ابطال اسيا، والتي من المقرر ان تجري غدا الساعة 3 ظهرا. كل التوفيق للقوة الجوية. نادي اجمك الاوزبكي اعلن عدم اقامة مؤتمر صحفي لنادي القوة الجوية بسبب تأخر الفريق. مدرب النادي مير جلال قاسموف خلال مؤتمر صحفي يقول معجب جدا باداء القوة الجوية وخاصة اللاعب رقم 10 علي جاسم، ورغم صغر سنه الا انه قادر على قيادة الفريق، واللاعب رقم 8 ابراهيم بايش سريع في الهجوم ويسبب مشاكل للخصم، ولا توجد فجوة بين اللاعبين. الجناح العراقي الطاهر اندريس الناطي واصل تقديم عروضه المميز رفقة نادي سيريوس السويدي، ويساهم بهدف الفوز لفريقه في الدقيقة الأخيرة. وأيضا جيلوان حمد يسجل هدف في الدقيقة 80 لفريقه. عدنان درجال يقولون عدنان ضد المدرب المحلي، أنا مضطر أجيب الأجنبي لأن أريد أنجح الآن. هل تؤيدون قراره؟ يوم أمس المهاجم العراقي علي الحمادي تألق في المباراة وسجل هاتريك وقاد نادي ومبلدون للفوز على ترانمير بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة. صراحة سجل أهداف عالمية يوم أمس. علي الحمادي أصبح أول لاعب عراقي يسجل هاتريك في دوريات إنجلترا الاحترافية وأكثر لاعب عراقي يسجل في دوريات إنجلترا. علي الحمادي رجل المباراة للمرة الثالثة على التوالي، يحصل على أعلى تقييم بتقييم 9.0 رجل المباراة بعد أن قاد ومبلدون للفوز على ترانمير. المرة الثانية على التوالي العراقي مانويل إليا يحمل شارة قيادة فريق تيفنتي الهولندي. تحت 21 عام تيفنتي تغلب بخماسية نظيفة على كامبور ضمن منافسات الدوري الهولندي لفئة تحت 21 عام، ويحتل المركز الرابع حاليا بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر ايندهوفن وبمباراة أقل. حكام أجانب يقودون بعض مباريات الدوري العراقي للمحترفين الموسم المقبل. شنو رأيكم بهاي الخطوة؟ هداف هلسنغبورغ السويدي عمار محسن، رأيكم هل هو مظلوم أو لا؟ عمار محسن حتى الآن لديه 6 أهداف مع هلسنغبورغ. يتمنى من كاساس ينطي فرصة في بطولة الأردن. بعد استبعاده من الزهراء، مصطفى محمد يسافر إلى إيران رفقة شقيقه منتظر محمد لحضور تدريبات مصر في سنجان. بيلينغهام مع ريال مدريد هذا الموسم لعب 8 مباريات سجل 7 أهداف صنع هدفين رجل المباراة 5 مرات.